السيد الرئيس، الحفل الكريم سيذكر التاريخ رجالا هم ذخيرة للعطاء ونبراس للفداء. إنهم شهداؤنا الأبرار، تلك الثلة الطاهرة من رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، الذين ارتقوا إلى جنان ربهم وهم يؤدون واجبهم الوطني المقدس في سبيل توفير الأمن للبلاد والعباد، وخاضوا حربا دارت رحاها لإفشال مخططات تلك الحفنة من الإرهابيين الذين استباحوا الدماء وروعوا الأبرياء، لا يبغون إلا الفساد في الأرض ووأد النماء. ويقف أمام حضراتكم الآن على المسطح الأخضر 9 من طلبة الكلية أبناء شهداء الوطن، فإننا نحييهم ونحيي شهداء مصر على امتداد التاريخ. فتحية عسكرية واجبة لشهداء الوطن، ونستأذن للوقوف إجلالا لأرواح الشهداء. السيدات والسادة، لقد استشهد العديد من رجال القوات المسلحة والشرطة في ساحات الشرف والنضال، وقدموا حياتهم دفاعا عن الحق وحماية الوطن. وبين طلبة الكلية 29 طالبا من أبنائي وأشقائي شهداء مصر في السنوات الدراسية المختلفة، يتخرج اليوم منهم 9 من الأبطال يقفون على المسطح الأخضر، الذين أصروا على استكمال مسيرة آبائهم في حماية وطنهم، ليبزغ بهم فجر وليد يبدد الظلمة ويشع الضياء لوطن ينشد التقدم والنماء، مع كلمة نجل وشقيق وكريمة شهداء القوات المسلحة والشرطة والشرفاء من الوطن. سيد الرئيس، شعب مصر العظيم، احنا اولادكم، اولاد الشهداء، اولاد مصر. بنأكد لكم وبنعهدكم اننا هنكمل المشوار. تمام يا فندم، ولازم تحت الاختبار عيد محمد عيد عبد السلام، نجل الشهيد العقيد محمد عيد عبد السلام، ضابط قطاع الامن الوطن. انا يا فندم والدي الشهيد اغتالوا الارهابيين الجبناء اسفل منزلنا يوم 22/2/2014 وقت رجوعه من عمله. انا كان عمري يا فندم وقتها 16 سنة. والدي الشهيد يا فندم كان بيحافظ على بلدي في فترة من اصعب الفترات اللي كانت بتمر بيها مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، ولانه يا فندم كان من افضل الضباط اللي وقفت قدام الجماعة الإرهابية بمحافظة الشرقية، انتظروه الجبناء الخونة، وحتى وهم بيقتلوه كانوا كلهم جبن وخسة. وللأسف يا فندم إخواتي وقتها اللي كانوا في البيت، أخويا كان 3 سنين وإخواتي البنات 7 و11 سنة. والنهاردة يا فندم أنا ليا الشرف إن والدي يبقى شايفني موجود قدام سيادتك، وبقول لإخواتي ما تخافوش، إحنا اتعلمنا الرجولة من أبونا وحب الوطن، وأنا هكمل المشوار، مشوار اللي سبقونا وحملونا الأمانة في رقبتنا، أمانة حماية مصر. هما أكيد دلوقتي في مكانهم، شايفيننا وحاسين بينا، وبنتمنى نقول الشرف اللي ربنا أكرمهم بيه. تمام يا فندم، ملازم أول تحت الاختبار يا رسام عبد الكريم زينة، كريمة الشهيد البطل عصام عبد الكريم زين، موظف مدني بمديرية أمن جنوب سيناء. والدي يا فندم يعني كان مش ضابط زي ما الخونة بيستحلوا ويقتلوا، والدي يا فندم كان موظف، ولكن الإرهاب الجبان مش بيفرق بين المصريين، بيقتلونا كلنا بدم بارد. والدي يا فندم بعد ثورة 30 يونيو كان مصمم يؤدي عمله بإخلاص رغم الإرهاب اللي كان موجود في كل مكان، إلا إنه كان بيحافظ على عمله. وفي يوم 7 أكتوبر عام 2013 بعد لما دخل شغله في مديرية أمن جنوب سيناء ثواني، ودخل الإرهابي الجبان وفجر قنبلة، واستشهد والدي ومعاه آخرين من الشهداء الأبرار. كان يا فندم عندي وقتها 16 سنة وأخويا حسن 14 سنة، وساعتها يا فندم
الدنيا كلها ضلمت لأن أبونا استشهد وسابنا، ولكن لأننا عارفين يعني إيه مصر وشايفين أبطال كتير بتضحي عرفنا نقف ونقوم، وقلنا طب والله 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 هم اغتالوا والدي، طب لازم يطلع بداله اتنين يضحوا بنفسهم ويكونوا مشروع شهيد علشانك يا مصر، وقلنا لازم ندخل كلية الشرطة. والحمد لله يا فندم جه اليوم اللي يفرح والدي في تربته، أنا بتخرج النهاردة وأخويا حسن هنا في أرض الطابور في سنة تالتة يا فندم، وإحنا عارفين إن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة، لكننا مستعدين نحمي وندافع ونضحي ونعاني علشان نوفي وعدنا. تمام يا فندم، ولازم تحت الاختبار مهيب أحمد ضيف شقيق الشهيد ولازم أول قوات مسلحة محمد كريم أحمد ضيف سلاح المشاة. أخويا الشهيد استشهد لما كان عندي وقتها يا فندم 15 سنة، أنا أصريت إني أكمل رسالة أخويا الشهيد البطل اللي كان ضابط مشاة بالجيش التاني الميداني، كان راجع من مأمورية بطريق صلحية جديد الحمد لله. وزي ما سيادتك قلت يا فندم، يا ترى الفرق بين هشام هشماوي إيه وأحمد المهنسي إيه؟ وده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة، الفرق بينهم إيه؟ إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، والتاني بنعايزينه عشان نحاسبه. طائرة حربية مصرية جاءت إلى أرض مطار القاهرة الجوي، الآن سينزل هشام عشماوي إلى أرض مطار القاهرة. الآن نترحم على شهدائنا من قوات الجيش والشرطة. في تاريخ 27/11/2019 حكمت المحكمة قضائيا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شرطا. وده كان يوم فرحنا يا فندم، يوم ما اتاخد حق كل اللي قتلهم الإرهابي الخسيس، وزي ما ربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. احنا علشان ده عايشين، وبنقول لكل الحاقدين اللي بلدنا كارهين هندافع عنها ليوم الدين. السادة الحضور الاجلاء، ستبقى مصر ابد الدهر تذكر شهداءها في صفحات الخلود. وترجمة لهذا المعنى نستمع إلى أبناء أشجع وأطهر الرجال من أبناء الشهداء خريجي دفعة 2020. تمام يا فندم، إحنا أبناء الشهداء ضباط وأفراد، إحنا بنكمل المسير، اختارنا الطريق الصعب، كل واحد فينا اختار يقول لوالده الشهيد أكمل يا والدي علشان بلدي لازم تفرح بابني. حقيقي انت مش معايا النهارده في اسعد ايام حياتي، ولكن صبري انك حاسس وهكون فرحان، لان دمك اللي سال على الارض دي وانت بتحميها ابنك هيكمل بعدك علشان نفضل نحميها مع جيشنا وقائدنا البطل اللي بيحافظ عليها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هيفوتني ابدا ان انا باسمي وباسم كل المصريين اتقدم ليكم بالتهنئه. وصحيح يعني هم مش موجودين معاكم دلوقتي، لكن انا بقول لكم وباكد لكم ان كل مصري موجود هنا وحتى بيسمعنا دلوقتي من فضلكم اعتبروهم يعني الأب أو الأخ لك، لأن هم فعلا ينظروا إليكم بهذه المنزلة
وبهذه المكانة. فصحيح يؤلمكم ويؤلمنا غيابهم واستشهادهم في سبيل مصر، لكن عزائنا، وأنا مش عايز أخلي اليوم يعني صعب، لكن عزائنا إن هم قدموا ده عشان 100 مليون مصري يعيشوا. 100 مليون ده تمن كبير قوي. فألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. وبعدين برضو مش هيفوتني إن أنا أرحب بكل الأسر اللي موجودة، أولياء الأمور اللي هم قدموا يعني أعدوا أبنائهم ثم قدموهم لمصر هنا في كلية الشرطة عشان يبقوا رجال يدافعوا عننا كلنا. فأنا بوجه لهم التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز بما قدموه لنا، ثم بهنيكم جميعا أبنائنا الخريجين وأبنائنا الطلبة اللي موجودين في الكلية، ألف مبروك، وبتمنى لكم كل التوفيق، وربنا يا رب يحفظكم من كل شر وسوء. شكرا جزيلا.